مشات لدار مورا اتصلت الام قال لك لا خاصك تصيفط لي عند حقا ما حقا غادي ندير لها يعني داكشي ديال لا ريسه تخرج من دار مورا خلاص هي يعني بحق اي ام انها تفرح بالبنت ديالها قلت راه القلوب ارتبط فوالا دابا طفى وكاع لي تيليفون فوالا لان في الصباح كان الاتصال بيني وبين هند العشية طفى وكاع التليفونات اخر ابل كانت مع هذيك 12 ونص قالت لي حنا كنوجدوه راه غادي نجيو في العشية نشدو الطريق يعني دابا اون ميم طو طفاو التليفونات انا كي قلت كنحمل المسؤولية كاملة للام والاخوات ديالها لان كي قلت لكم المدة ديال العام كنسمع المعيه اللي ما تصوروش معاق عوج زيد كنتحمل هادشي كامل على قبل هند لان بغيتها وكنبغيها وكان موت عليها يعني حاليا يعني ما بقيتش عارف لا ما نقدم ولا ما ناخر باش ما عنديش رساله يعني ما في التصريحات الاخيره كتقول انها كتبغي وكتبغي عليهم بصفه عامه انتم كنتوا حاضرين معنا ومواكبين المحادثه من الاول حتى التالي غير يومين هذه قالت لي امين بغيت نصبغ شعري ورديتها صبغت شعرها فرحان بها خرجنا تسالينا لا غد لي قالت لي الام ديالها بغيتها تجي باش نفرح بها حتى انا قلت لها ماشي مشكل يعني قلنا الحمد لله القلوب ارتبط العلاقه ترجع زوينه يعني داك النهار كونفيرونس هي بفمها كتقول بان موافقه وعاجبها وباغا وكل شيء زوين غير حنا دايرين لاكتا ديال عام غير باش نوضح لكم ان باش نوضح لكم ان المجموعه راه كانت باغا تحتفل بينا عام هذه قبل الكونفينمون ملي جا الكونفينمون حبسوا كلش يعني هو عندي لاكتا اللي نبارطاجيه معكم كاملين بدون استثناء يعني تطول الارقام ديالكم ولا نعطيكم الرقم ديالي نبارطاجي معكم لاك بالتاريخ اللي درنا فيه لك كان 22/7/2020 درنا حفيلة اللي مشاركة مع الجامعة في اليوتيوب ما هاد اليومين ما حسيتي حتى شي حاجة نهائيا ما خليتي كمل السؤال واش هاد اليومين ما حسيتي بشي حاجة ديال الغدر نهائيا انا كي قلت لكم غير البارح خرجنا تسارينا هي الاخر لحظة وهي معايا إلا وقيمة بالواجب الكامل ديالها أنا كنت مريض ناضت في الليل عطات لي الدواء جلست معاي يعني الواجب ديالها قامت به حتى الأخير عطيني التليفون ديال مصطفى شنو كتقول لهذا الشيء ما فهمتش واش هو النصب واش هو شنو ما كان نصب يعني ما ديش نوصلوا أننا نديروا لاكت أننا نعيشوا عام أننا ماذا كنت نتوقع منا بدير هكذا؟ نهائيا يعني هما الإخوان الصحفيين تقريبا قال ما نابير كانت حاضرة معنا في الندوة الصحفية اللي دازت وراكم شاهدين على كل شيء يعني ما عارفش إحساس ما عنديش إحساس حاليا يعني ملخبط ما قادش نركز ما قادش نفهم زيدي التليفون وكتصوني وما كتلقى حتى واحد اللي كيجاوبك شنو بغيتي حسيتي بشي حاجه ما راه حقره راه حتى واحد ما كيجاوبك اول اجراء ندير القانون يعني ديكلاراسيون البوليس بعدا نشوفوا شنو الاجراءات اللي غادي نديرهم من بعد